بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية في النحو. هذا الشرح هو من تأليف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، يشرح فيه متنا مهما أساسيا من متون النحو، هو المقدمة الآجرومية. المقدمة الآجرومية نسبة إلى مؤلفها وهو الإمام ابن آجروم، اسمه محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي المالكي المعروف بابن آجروم. ولد في مدينة فاس بالمغرب سنة 200 النبوية، ولد 672 وتوفي 723، وولادته ووفاته في مدينة فاس بالمغرب، أي عاش 51 سنة. وكلمة آجروم قالوا كلمة بربرية بلغة البربر، يعني أقرب معانيها في العربية السيد، السيد يعني. الإمام ابن آجروم رحمه الله كان إماما كبيرا في القراءات وفي النحو، كان من القراء وله مؤلفات في القراءات، منها شرح على متن الشاطبية، له شرح على متن الشاطبية، وله كتاب اسمه التبصير في نظم التيسير في القراءات السبع، وله أرجوزة اسمها، له كتاب البارع في مقرأ نافع، فهذه كتبه في القراءات، وله كتب في النحو، وله مؤلف كذلك في الفرائض في المواريث رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله يعني من الصالحين ومن العباد، ومما يذكر يعني في ترجمته أنه ألف هذه المقدمة الآجرومية تجاه الكعبة، تجاه الكعبة وهو في الحرم يعني أمام الكعبة، وأنه بعد أن ألفها وكتبها هبت ريح شديدة فألقتها، يعني الرياح ألقت الأوراق من يده وطارت بها بعيدا عنه، فدعا وقال اللهم إن كان خالصا أو إن كانت خالصة لوجهك فردها علي، اللهم إن كانت خالصة لوجهك فردها علي، فإذا به يعصر عليها ويجدها. من شيوخه، من أبرز شيوخه، الإمام أبو حيان الغرناطي الأندلسي، الإمام المقرئ المفسر صاحب تفسير البحر المحيط، فهو من شيوخه. ومن شيوخه كذلك الإمام محمد بن القصاب، ومن تلاميذه محمد بن إبراهيم القاضي الحضرمي، وابنه ابن جنوس محمد بن محمد، وله ابن اسمه محمد أيضا من العلماء من تلاميذه رحمه الله تعالى. وصاحب الشرح هو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ولد في قرية يقال لها كفر الحمام في محافظة الشرقية في مصر سنة 1318 هجرية، وتوفي أيضا في مصر سنة 1392 هجرية، عاش 74 سنة رحمه الله، وهو عالم أزهري، وأبوه كان من أهل العلم، أبوه كان قاضيا في فارسكور ودمياط من المدن المصرية، فأبوه كان قاضيا وكان من أهل العلم، وسافر الشيخ محمد محي الدين أن يتلمذ على أبيه وعلى علماء الأزهر ودرس في الأزهر، ثم سافر إلى السودان
للعمل أستاذا جامعيا في كلية بالسودان في ذلك الوقت اسمها كلية جردن، بها كلية للحقوق أو قسم للحقوق، فانتدب يعني من الأزهر للتدريس في السودان لدرس مادة المواريث ومادة فقه الأسرة في تلك الكلية، فبقي مدة هناك ثم رجع إلى مصر وعين وكيلا بكلية اللغة العربية بالأزهر وعضوا في مجمع اللغة العربية. هذا العالم الجليل هو الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، له فضل كبير على العلماء في هذا العصر بأنه أخرج يعني معظم كتب النحو المخطوطة، كان يعني سببا في تحقيقها وإبرازها، وتحقيقاته كلها في غاية النفاسة، يعني هو يسميه تحقيقا لكنه في حقيقة كان شرحا يعني متينا نفيسا. تقريبا كل مؤلفات الإمام ابن هشام رحمه الله أخرجها وحققها ووضع عليها حواشي وشرحها، وكذلك يعني على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، يعني عشرات الكتب في النحو وفي علوم اللغة، وكذلك حقق كثيرا من كتب التاريخ والفقه والأصول والحديث، يعني كمية الكتب التي حققها وتحقيقاته كلها تجد تحقيقه الكتاب عليه حاشية وشرح، يعني أحيانا يكون أكبر من حجم الكتاب الذي يحققه، وشروحه كلها في غاية النفاسة والأهمية. ومن ضمن يعني مؤلفاته هذا الشرح النفيس على المقدمة الآج الرومية، فوضع عليه هذا الشرح اللي هو التحفة السامية، هو أفضل شروحها. ودائما سبحان الله كل كتاب يحققه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد يكون تحقيقه أفضل تحقيق لهذا الكتاب، أو يضع شرحا عليه يكون شرحه أفضل الشروح، فهذا أفضل الشروح على هذه المقدمة. شرح وافٍ، ويمتاز كذلك بكثرة الأمثلة، يعني النحو يحتاج إلى أمثلة وتطبيقات، فاعتنى بتكثير الأمثلة والتطبيقات كما سيأتي بإذن الله. طيب، ابتدأ يعني بعد البسملة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل في الصفحة التالية إلى المقدمات. المقدمات، فقال المقدمات تعريف النحو وموضوعه وثمرته ونسبته وواضعه وحكم الشارع فيه. دائما كل علم من العلوم له مقدمات، يقال لها مقدمات ويقال لها مبادئ، مبادئ هذا العلم. فهذه المبادئ يعني هي مقدمات تتعلق بهذا العلم. فأول مقدمة من هذه المقدمات وما يتعلق بالتعريف، تعريف النحو. فقال كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله. إذن هذا معنى كلمة نحو لغة. دائما في التعريف يكون هناك تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. فالتعريف اللغوي هو استعمال كلمة نحو في اللغة، ثم التعريف الاصطلاحي يعني في اصطلاح النحاة عندما يقولون نحو ماذا يقصدون. فالتعريف اللغوي للنحو، النحو تأتي بمعنى الجهة وبمعنى الشبه والمثل. فتقول ذهبت نحو فلان يعني جهة فلان، ومحمد نحو علي يعني شبهه. قال وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، هذا هو التعريف الاصطلاحي، على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. إذن هذا هو التعريف الاصطلاحي للنحو. فالنحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. يعني هناك علم آخر من علوم اللغة العربية، اللغة العربية لها عدة علوم، فهناك علم آخر هو علم الصرف،
علم الصرف لا يعتني بالحرف الأخير في الكلمة وإنما ببقية حروف الكلمة، وعلم الصرف يعنى بالكلمة المفردة ليس بالتراكيب وإنما بالكلمة المفردة. يعني مثلا في علم الصرف نتعلم يعني مثلا مشتقات، عندنا اسم الفاعل وهو ما يدل على من قام بالفعل، واسم المفعول الذي يدل على من وقع عليه الفعل أو ما وقع عليه الفعل، والصيغ التي تدل على المبالغة هي تدل أيضا على الفاعل ولكن إذا فعل الشيء بمبالغة. فمثلا عندنا الفعل الثلاثي اسم الفاعل منه يأتي على وزن فاعل، معوض عن الحروف الثلاثة الأصلية بالفاء والعين واللام، فمثلا كتب معوض عن الكاف بالفاء والتاء بالعين والباء باللام، أقول كتب على وزن فعل. اسم الفاعل منها هو الذي قام بالكتابة نسميه كاتب. طيب إذا الفاعل هذا بالغ في الكتابة، يعني فاعل يعني قام بالكتابة، هو يكتب كثيرا، فإذا عندنا صيغ المبالغة كتاب وكتوب وكتيب وكتب ومكتاب، فهذه الصيغ تدل على المبالغة، فعال وفعول وفعيل وفعل، فهذه الصيغ تدل على أنه كثير الكتابة ليس فقط كاتب وإنما كتاب يعني يكثر كده. وبعدين مثلا الشيء الذي كتب الذي وقع عليه الفعل نسميه مكتوب مثلا، والآلة التي تستعمل في الكتابة مثلا على وزن مفعل، فنقول مكتب، المكتب اللي هو القلم الذي يكتب به مثلا. في علم الصرف يعني نتحدث عن الكلمة المفردة بدون وضعها في جملة، وما نتكلم عن الحرف الأخير لا يتعلق بالحرف الأخير وإنما بقية حروف الكلمة كيف تضبطها وكيف تشكلها. أما في علم النحو فهو يتعلق بأواخر الكلمات حال ترتيبها ليس حال إفرادها، يعني لا تستطيع أن تعرض مثلا كلمة باب نقول أعلى كلمة باب، ممكن تكون باب بابا باب، لا تستطيع أن تشكل الحرف الأخير إلا عند تركيبها مع كلمة، تركيب يعني وضعها في جملة، وضعها في جملة تركبها، يعني إما مثلا في جملة اسمية تقول هذا باب، إذا التشكيل هنا الرفع، إذا قلت فتحت بابا هنا مفعول به منصوب، مثلا أخذت بالباب مثلا مجرور وهكذا. فعلم النحو هو يعلمك كيف تشكل أواخر الكلمات، أما بقية حروف الكلمة هذه تروح ترجع للصرف يعلمك كيف تشكل بقية حروف الكلمة. النحو يعلمك كيف تضبط آخر الكلمة حال تركيبها عندما تركبها مع كلمات أخرى وتكون منها جملة، فكيف تشكل آخر الكلمة. من الإعراب والبناء، الإعراب اللي هو يعني هل هذه الكلمة معربة، يعني يتغير شكل آخرها بتغير العوامل الداخلة عليه، أو أنه مبني يعني لا يتغير شكل آخرها. يعني أيضا في علم النحو نعرف ما هي الكلمات المبنية وعلى ماذا تبنى، بعض الكلمات تكون آخرها ملازما لحركة واحدة أو لشكل واحد لا يتغير عنه، زي مثلا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام والضمائر وكذا، فهذه مبنية يعني شكل آخرها لا يتغير، الفعل الماضي مثلا مبني على الفتح وهكذا، فالمبنيات آخرها لا يتغير زي الشيء المبني لا يتحرك من مكانه، فإحنا نعرف المبنيات. فمثلا اسم الإشارة هؤلاء نقول اسم إشارة مبني على الكسر، أيا كان موقعه في الجملة ستجد أنه مكسور الآخر، تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، تقول جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل مرفوع وعلامة طبعا نقول هنا مبني على الكسر في محل رفع فاعل، يعني سيكون مبنيا على الكسر في محل رفع فاعل. إذا قلت رأيت هؤلاء رأى فعل الماضي والتاء فاعل، وهؤلاء
مبني على الكسر، اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، لاحظ آخر الكلمة لا يتغير. حتى عندما تقول مررت بهؤلاء، الكسرة ليست بسبب الباء، يعني وضعت الباء شكلها، الكسرة ليست بسببها، فستقول مبني على الكسر في محل جر، لأن الكسرة هذه ليست بسبب الباء، وإنما هي موجودة أصلا، فلذلك نقول هو مبني على الكسر في محل جر بالباء. ففي النحو نتعلم يعني ما هي المبنيات التي لا يتغير شكل آخرها، وما هي المعربات. المعرب اللي هو ما يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة أو بتغير العوامل الداخلة عليه، يعني مثلا كلمة زيد، زيد هذا اسم معرب، فتقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فتجد أن آخره يتغير. قال وما يتبع ذلك. الموضوع، يعني ما هو موضوع علم النحو؟ قال موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث أو من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. فموضوع علم النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ قال الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، اللي هي إيه؟ القواعد التي يعني تتعلق بأواخر الكلمة ومتى تعرب ومتى تبنى. فعلم النحو يبحث في الكلمات العربية، لا يبحث في شيء آخر. الثمرة، ما هي ثمرة هذا العلم؟ يعني ما هي الفائدة التي تعود عليك من دراسة النحو؟ كل علم من العلوم الشرعية له ثمرات وفوائد تعود عليك من دراسته. فقال وثمرة تعلم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. يعني هذه أعظم ثمرة وفائدة من تعلم النحو، أنه يصون اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. الكلام العربي هذا منه القرآن الكريم والحديث الشريف، فعلم النحو هو الذي يصون لسانك عن الخطأ في الكلام العربي، حتى لا تخطئ في الكلام فترفع منصوبا أو تنصب مجرورا. وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، علم النحو يعين الطالب على الفهم الصحيح. إذا عرفت أن هذه الكلمة فاعل أو أنها مفعول أو أنها حال أو أن فهذا أنها معطوفة على كلمة قبلها، فهذا كله يساعدك على فهم المراد بالكلام. الذي لا يحسن النحو يلتبس عليه المعنى ويفهم الأشياء على خلاف ما هي عليه. فلا يمكن أن تفهم القرآن الكريم والحديث الشريف فهما صحيحا إلا بتعلم النحو. والقرآن والحديث هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدار الشريعة الإسلامية، وكذلك جميع كتب الشريعة الإسلامية وعلومها المختلفة كلها مكتوبة يعني باللغة العربية في أصلها وأساسها. فالذي لا يحسن العربية لا يستطيع أن يرجع إلى هذه المصادر الأساسية في الفقه والحديث والتفسير وغيره. قال نسبته وهو من العلوم العربية، يعني دائما العلوم لها يعني مثل الخريطة، يعني كل مجموعة علوم تنضم يعني تحت مظلة واحدة تجمعها. فعلم النحو هو أحد العلوم العربية، يعني بعض العلوم يتفرع من علم أكبر منه ينضم مع غيره تحت يعني مجموعة من العلوم. فموقع يعني علم النحو بين العلوم أنه أحد العلوم العربية. فالعلوم العربية تشمل علم النحو وعلم الصرف وعلم العروض والأدب وعلم متن اللغة وغير ذلك من العلوم. قال واضعه، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
من الذي وضع هذا العلم، يعني من أول من تكلم فيه ووضع قواعده، فأول من وضع قواعده هو التابعي الجليل أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ورد في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه يعني أمر أبو الأسود لما وجد بعض الأعاجم يعني يخطئون في الإعراب، فأمره أن يضع علامات في القرآن الكريم تدل على الرفع والنصب والجر، فقال إذا فتحت فاك بالكلمة فضع نقطة أعلاه، ضع نقطة أعلى الحرف. في ذلك الوقت لم تكن هناك نقاط تميز مثلا السين والشين أو الباء من التاء أو كذا، كانت حروف غير منطوقة. فعلي رضي الله عنه أمر أبو الأسود أن يضع يستعمل النقاط كعلامة على الفتح والضم والكسر، فقال إذا فتحت فاك بالحرف فضع نقطة أعلاه، وإذا ضممت فاك بالحرف فضع نقطة فيه يعني داخل الحرف، وإذا خفضت فاك بالحرف فضع نقطة أسفله، ضع نقطة أسفله يعني علامة على الكسرة. ثم قال له وانحو هذا النحو، يعني ضرب له بعض الأمثلة وقال وانحو هذا النحو، وقال يعني سر على هذه الطريقة أو سر في هذه الجهة أو في هذا الاتجاه أو افعل مثل ذلك. فقالوا لذلك سمي علم النحو. قال حكم الشارع فيه، قال وتعلمه فرض من فروض الكفاية. طبعا وضع العلم، قبل أن نصل إلى هذا، بالنسبة لوضع العلم ليس معناه أنه اخترعه، يعني هو الكلام المرفوع هو مرفوع، ولكن لم يكن له اسم، يعني أن هذا اسمه فاعل وأنه مرفوع وأنه، فاستحداث هذه المصطلحات والقواعد والتقسيمات هذا لا يعني أن من وضعها يعني هو اخترع شيئا لم يكن موجودا في أصل العلم وأساسه، وإنما يعني الناس كانوا يرفعون بسليقتهم العرب يعني الأوائل قبل الاختلاط يعني بغيرهم من الأمم، فكانوا يتكلمون بسليقتهم يعني كلاما سليما صحيحا لا يخطئون، هذه لغتهم التي يعني نشأوا عليها ولا يعرفون منها، فكانوا بسليقتهم يرفعون الفاعل وينسبون المفعول، إذا دخل على حرف الجر على الكلمة جروها وهكذا، لكن ما كانوا يسمون هذه يعني هذا النوع من الكلمات يسمونها فاعلا وهذا مفعولا وهذا مرفوع وهذا منصوب، يعني هذه الأسماء تحدثت لأجل الشرح والتبيين والتوضيح. كذلك مثلا في علم التجويد، يعني الصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم يمدون ما يمد ويقصرون ما يقصر، وهنا يغنون وهنا يضغمون وهكذا، يعني كانوا يستعملون ذلك في نطقهم وتلاوتهم من غير أن يعرفوا هذه المصطلحات. فلما بدأ يحدث الخطأ أو يخشى من حصول الخطأ، فبدأ العلماء يضعون يعني هذه الأسماء وهذه المصطلحات لتعين الطالب على الشرح والفهم، لا أن يعني هذا العلم مثلا عندما نشأ غير في التلاوة كما هي، ولكن مجرد توضيح وشرح. قال حكم الشارع فيه، قال وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. تعلم علم النحو من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين، فعلم النحو من فروض الكفايات، يعني لا بد أن تقوم به بعض، أن يقوم به بعض الأمة، لا بد في الأمة الإسلامية أن يكون فيها نحاة يتعلمون النحو، لأنه وسيلة لحفظ الشريعة
الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا لم يوجد من يتعلم النحو ويتقنه أثم الجميع، لأنه سيحصل خلل في النطق يعني بالكلام العربي الصحيح، ويحصل خلل في فهم القرآن والسنة. لذلك لابد أن تكون هناك فئة تتقن هذا العلم وتتخصص فيه وتتعلمه، فإذا لم يقم به أحد أثم الجنة، وإذا قام به بعض الأمة سقط الاسم عن الباقي. لكن مسألة ربما تعين على أحد، يعني قد يكون مثلا في بلد معين لا يوجد فيها أحد يعني مؤهل لتعلم النحو غير شخص واحد، إذا لم يتعلمه لا يوجد غيره من يمكنه أن يتعلمه، فيتحول من فرض كفاية لفرض عين على هذا الشخص إذا كان لا يوجد له بديل وهو الوحيد الذي يعني يستطيع أن يتعلم. مسألة يعني افتراضية. بعدها سيدخل، هذه كانت مقدمات، بعدها سيدخل في الكلام. هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المركب المفيد للوضع، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. فلا نطيل عليكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.